ينسل ضوء الشمس تدريجياً على هذه الأرض، إنها بقعة شاسعة من الجمال تمتد على مساحات واسعة جنوب العراق. من هنا كانت انطلاقة رحلة جلجامش نحو الخلود، إذ تضم هذه الأرض تاريخاً ثرياً خصباً. الأهوار هي أرض رطبة منخفضة تنبت فيها بعض النباتات العشبية كالقصب والحشائش أو نبات البرد وغيره من النباتات الأخرى، فهي نموذج لا يوجد له آخر في أي بلد. هي شاهد سومري ما زالت شواخصه ماثلة حتى اليوم في لغة سكانها وعاداتهم وتقاليدهم. يقال إن شكل مضيف القصب هو ذو أصول سومرية ويشبه قارباً مقلوباً، وهي تضم العديد من المواقع الأثرية، ففي هور واحد فقط يوجد أكثر من 122 موقعاً أثرياً. دخلت الأهوار إلى لائحة التراث العالمي عام 2016 بعد دعوات مكثفة لانضمام هذا الأثر الفريد ودخوله لدائرة الضوء والاهتمام. إنها خليط عجيب ورائع، حين يمزج السكان المحليون بين حياتهم وطقوسها وطرقها التي تمتد لآلاف السنين الموغلة في تاريخ البشرية. عانت الأهوار من سياسات الأنظمة البائدة، وتحولت تلك البيئة الآمنة الوادعة الحالمة إلى نار وموت بعد الدخول في حروب عبثية لا طائل منها، وأعقبتها أوامر بإعدام كل الحياة فيها بعد تجفيفها، حتى التف حبل الموت على الأحياء داخل الماء وخارجه، وهاجر السكان بعد نفوق أبقارهم وجواميسهم وانعدام سبل الحياة. عادت الحياة بعد سقوط النظام البائد، وجرت المياه في الأنهار وبين شعب البطائح لتحيط بالكبائش وتحتضنها بمحبة أم رؤوم، وانتعش الأمل ثانية بالولادة الجديدة، كونها حياة تتحدى الأفول مثل القصب الذي كلما تحزه المناجل يعود للنهوض مرة أخرى. تشكل القوارب وسيلة التنقل النهرية الوحيدة لأبناء الأهوار، فهي سبيل تحركهم هنا وهناك لجلب الأعلاف لجواميسهم ولنقل الحليب إلى اليابسة، وهي تمخر بين أحراش البرد والقصب، وقد ذكرها جلجامش في ملحمته، وهو من النوع المصنوع من البرد والمغطى بطبقة من القار، وهو النوع الذي ظل رفيقهم حتى اليوم. Thank you.
هناك العديد من أنواع القوارب المستخدمة وتسميتها حسب حجمها ونوعها، منها المشحوف والقعد والبلم والشختورة والطرادة، وفي السابق كان يستخدم المردي والغرافة، واليوم زود قسم منها بمحركات آلية. تقيم وزارة الشباب والرياضة اليوم مهرجان الأهوار الطبيعية في قضاء تشبايش تابع لمحافظة الناصرية ضمن أنشطة الوزارة لهذا العام، زين، واستراق جميع المحافظات منها المحافظات الغربية نينوى، صلاح الدين، كركوك، ديالى، الأنبار، بغداد، بجميع مديريات اليوم بغداد ثلاث مديريات بها كرخ، رصافة، صدر، وكذلك المحافظات الجنوبية والمحافظات الوسطى، بالإضافة إلى تنظيم من مديرية شباب ورياضة الذيقار. تنظم في الأهوار مهرجانات وفعاليات يشارك فيها أبناء البلد من شماله إلى جنوبه، وهي فرصة لتلاقح الثقافات، إذ تهتم الجهات الرسمية بتنشيط الجانب السياحي للتعريف عن كثب بهذه البقعة الجميلة والدعوة لزيارتها، وتشكل هذه الفعاليات علامة بارزة في مجمل النشاطات المقامة فيها. مشاركتي مع مسابقة مع المشاحيف للنساء إن شاء الله، وبالملابس الشعبية إن شاء الله نكون الأول إن شاء الله. حضرنا اليوم من محافظة نينوى الحبيبة إلى محافظتنا الثانية محافظة ذيقار الناصرية الحبيبة إلى قضاء تشبايش للمشاركة في المهرجان الأهوار السنوي الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة. باسمي وباسم المشاركين في محافظة نينوى نوجه الشكر الجزيل إلى السيد محافظ ذيقار المحترم السيد قائم مقام قضاء تشبايش، السيد مدير شباب رياضة الناصرية، وكل المشاركين، كل الموظفين من الوزارة من المحافظة على روح الاستقبال، على روح المحبة التي وجدناها في صراحة في هذا المهرجان. نرحب بالمهرجان السنوي الذي أقيم في محافظة ذيقار قضاء تشبايش لأول مرة من ضمن مشروع انعاش الأهوار في العراق، ومهرجان كلش حلو، يعني إن شاء الله يتطور القضاء بهذا المهرجان، وشاركت به فعاليات رجال ونساء، وحصل من ضمن السباق اللي يسمى بالمشحوف. وتضم المهرجانات دعوات لإحياء الموروث الشعبي الموغل بالقدم في صناعة القوارب، ويؤسس المهرجان نقطة انطلاق لمهرجان عربي يرسم صورة ناصعة لعمق التاريخ والحضارة في بلاد وادي الرافدين. نتمنى من وزارة الشباب والرياضة أن تقيم بهذه المهرجانات يعني على مستوى الدول العربية، وكذلك مستعدين إن شاء الله. كذلك مهرجان في شهر 12 راح يصير المهرجان على بطولة الدول العربية إن شاء الله. ممكن أنه هذه عن طريق هذه المهرجانات واللقاءات أنه تعيد السياحة في منطقة الأهوار، نأكد على هذا الموضوع من خلال إقامة المهرجانات والمسابقات في منطقة الأهوار. ويأمل المنظمون بإحياء الألعاب الشعبية في منطقة الأهوار مثل سباق الزوارق وصيد الأسماك. تقييم وزارة الشباب والرياضة، دائرة التربية البدنية والرياضة، قسم الأنشطة والبرامج، مهرجان الرياضات الشعبية حول شعار بغداد عاصمة الشباب العربي. هذا ضمن الخطة المركزية التابعة لدائرتنا. هذا المهرجان هو للرياضات الشعبية، تتكون من خمس رياضات: سباق المشاحيف للشباب،
من سباق المشاحف للنساء وصيد الأسماك والكرة الشاطئية. حقيقة هذا المهرجان رائع، يحيي الألعاب الشعبية والألعاب الطبيعية الموجودة في منطقة الأهوار، صيد الأسماك، سباق المشاحيف، يعني فد ألعاب جميلة جدا. نقدم شكرنا الجزيل إلى وزارة الشباب والرياضة، شكرنا الجزيل إلى محافظ كربلاء، محافظ عفوا ذي قار ومديرية الشباب والرياضة قيار على حسن الاستقبال والضيافة والكرم الضيافة. اختيار هذه الرياضات والمسابقات جاء لإنعاش حركة السياحة التي تحتاج للاهتمام بالبنى التحتية، وتتعالى الأصوات للالتفات بجد نحو هذه البقعة الساحرة. أهم الألعاب سباق المشاحيف يعتبر من الألعاب التراثية في هاي المنطقة الأهوار في الجبايش للشباب ونساء، وثاني يوم يصير صيد الأسماك أيضا للشباب والنساء، والكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، وكذلك هناك أمسيات شعرية وثقافية. حقيقة احنا شاركنا انا وبنتي، احنا كرجال حصلنا على المركز الثاني والبنات حصلنا على المركز الأول. الأجواء جميلة جدا ورائعة جدا. هذا المهرجان هو نوع من التألق تأقلم بين المحافظات، نوع من المحبة ينقل الروح، الروح المحبة، روح التألق بين المشاركين من جميع المحافظات. حصل على المركز الأول محافظة ذي قار لكونها اعتضنت وهم أساس لهذه اللعبة، ومحافظة بغداد ثاني، محافظة ميسان ثالث، وكذلك الفريق النسوي حصل على المركز الأول محافظة ذي قار، والمركز الثاني محافظة البصرة، وكذلك ميسان المركز الثالث. تنطلق دائما دعوات ومطالبات للاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وحماية الأحياء النباتية والأسماك والطيور والحيوانات، وخصوصا من الصيد الجائر عبر الأجهزة أو صيد الطيور المهاجرة النادرة. هنا لا فوز ولا خسارة، وإنما العنوان المشاركة، إذ ترسم حركات المجاذيف المتقنة لوحة من الجمال والروعة. ومن خط الشروع حتى النهاية يجتمع أبناء الأهوار للتشجيع والدعم. نتمنى أنه جميع المحافظات شاركت ويانا اليوم، نتمنى من جميع المحافظات تشارك ويانا حتى نعيد روحية اللعبات، روحية بعد يعني مرض كورونا تأثرت اللعبات كلها وتأثرت الأندية كلها. وإن شاء الله إحنا اختارينا تشبايش لأن هي المحافظة التابعة للمحافظة ذي قار، لأن هي راح تصير هي المركز الرئيسي لعاصمة الشباب العربي. هي خطوة للوقوف الجاد بعد أن شهدت المياه انحسارا في كمياتها، وهو ما يشكل خطرا وتهديدا حقيقيين.